انا ممكن اسالك سؤال في نهايه اتفضل. النهايه بس تجاوبي بنفس الصراحه بتاعت ال هجاوب والله. وعد. وعد. دلوقتي انت لو ما كانش الحبر سري كنت هيبقى حبر ايه؟ حبر سري برضو. يعني مفيش اي حاجه تاني، هو حبر سري. حبر سري مرتبط باسم ابراهيم خلاص، ربنا بقى يوفقك. جزء من حياتي طبعا، بقى كل ربنا حياتي. يوفقك، والبرنامج محترم وجميل وانت الناس حبتك ودايما في نجاح ان شاء الله. الحمد لله يا رب. سيجد ربنا يخليك. شكرا. نرجع بقى مكاننا ونكمل حلقتنا. يلا بينا. يلا بينا. اوكي.